شنو نقول لك، ملي كتجي تفرج في راسك، انا كاع الحلقات تفرجت فيهم في قبل من رمضان بما انني كنكون مع الناس ديال المونتاج، دونك عارف الحلقات كيفاش دايره. ولكن باش كتفرج وتشوف ردود الافعال ديال الجمهور العام اللي هو منهم دارنا ومنهم العائله ولا الاصدقاء، كتبقى رد البال شنو هما دوك الحوايج اللي كنتم معولين تضحكوا بهم، واش ديجا زعما واش كيضحكوني الناس الجمهور العام كما قلت لك. والحمد لله داكشي كيكون ردود افعال زوينه وكاين الضحك الحمد لله. بزاف الحوايج اللي ما كنزقلش في رمضان، هذوك الامور الدينيه والدنيويه، صله الرحيم، السخره، كتمشي تشوف جداتك، كتمشي تسخر، تجيب مره الحوت مره التمر مره، المهم داكشي اجواء ديال رمضان وداكشي راه معروف. اللي ضروري شكون، انا واحد الملوي كيعجبني ديال القمح كيصيفطوا لي، لا كاين في تطوان بالضبط، في تطوان في حي ديال السكنه والتعمير كيعجبني بزاف، دونك فين ما كنمشي لتطوان خصني ناكلو، واللي كيجي من تطوان كيجيب لي معاه كميه كبيره باش يلا ندوز بها رمضان، هذا ضروري. ملويد القمح.